هذا ولدك يا باب. شنو الخيار؟ عراقي. عراقي. ليش مانعينه بسيطرة خانقين ما يدخل؟ سيطرة مال خانقين اللي هي السيطرة المركزية مال الجمرك، ليش مانعينه ما يدخل؟ ليش ما يدخل هذا؟ هذا ليش ما يدخل؟ ليش مانعينه ما يدخل؟ زين هذا الشجر لاخ عراقي هذا، ليش مانعينه؟ ليش مانعينه؟ الا تاخذ 200,000 و150,000 كم ترى تدي لي لا يطول 100 150,000 يلا يطول. صحيح. يلا وهذا تفضل انت مو سايق؟ هذا مو سايق؟ اليمن اليمن كذوكم. اليمن. على الشجر لهم على الخيار. ليش يقول لك؟ ما يعرف بالسيطرة ما يعرف هذا منتج محلي لو منتج مستورد ما يعرف. ناس ما يعرف غش معمي مو اهل اختصاص. شلون حاطه؟ اي هاي اقول لك هي بالسيطرة هي هي وزراء ليس لها اهل بالمكان انه بش اسمه ما يصير. هسه انا واقف سيطرة ما اعرف هذا منتج لو مو منتج بس يعرفون فلوس بس يعرفون فلوس. اي والله نكون واقعيين. لزمت عندي سيارة بالحسينية سيارة الضابط على ايش لزمتها؟ هاي الحسينية على 125 كيلو رقي والرقي عراقي. يا من تعالها قال لي هاي احنا عندنا غير معرف الرقي. يا بشلون انت ما تعرفه ابو سيطره وملازم وما تعرفه؟ صادر سياره على 125 كيلو لبغريب واركض وراها لبغريب وصلت العميد خابره قال له بابا انت على 125 مصادر سياره؟ قال له نعم سيدي. قال له والله هيك هيك من اللي خلاك بالسيطره ملازم. العميد يقول له شلون انت خلوك بالسيطره؟ قال له والله انا تعاقبت وجابوني للسيطره. اي انا متعاقب وجابوني للسيطره.